لهذا اللقاء مناسبة لاختتام برنامج الدورات التكوينية للقطاعات الاجتماعية حول ميزانية البرامج الذي نظمه قطاع الاقتصاد والمالية في إطار إصلاح المالية العامة وتحسين الحكامة. لا يخفى عليكم أنه بالرغم من الجهود الكبيرة في منح مخصصات مقدرة لميزانية القطاعات الاجتماعية إلا أن التحديات التي تواجه إصلاحات المالية العامة كبيرة من حيث التخطيط والاستيعاب المالي لتحسين استخدام الموارد العامة للدولة. لذا فإن الحكومة ومن خلال التوجيهات التي تلقيناها من وزير الاقتصاد والمالية عاقدة العزم على خلق ظروف مواتية لتنفيذ إصلاحات الحكومة لا سيما في الجوانب التنظيمية والبشرية التي تساهم في خلق بيئة مواتية لتحقيق هذه الغاية. ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة دودو أويمبا أوضح في كلمة بالمناسبة أن التدريب والمحاكاة اللذين شهدهما اللقاء شكلا خطوة ملموسة إلى الأمام نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد العامة خاصة تلك المخصصة للأطفال، وذلك من خلال تعزيز قدرات المخططين وإنشاء إطار للتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة سبيلا إلى وضع أسس نظام يتكيف بشكل أفضل مع احتياجات القطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هكذا توجه سيمكن من تشجيع التعاون والتنسيق بين الوزارات من أجل إدارة أكثر اتساقا للميزانية وبتكيف مع التحديات الاجتماعية الحالية.